الدكتور محمد هيقول في وجهة نظره فيما يتعلق بالتمويل، لان هو عنده ندوه بعد شويه، ف يعني نقلب الايه شويه. فالدكتور محمد التمويل فيما يتعلق بالتمويل، وهل انت زي ما يعني الدكتور المهندس حسام بيقول احنا منتظر رؤيتكم فيما يتعلق باليات تمويل الاحزاب، وفي احزاب تانية برضو هتقدم نفس القصه، بس فانا طيب هي في البدايه في موضوع بالنسبه لي هناخدها كده بالتمويل الاحزاب وبعد كده المحليات. حته تمويل الاحزاب ايه، احنا ما بنتكلمش على حاجه جديده حصلت او بنبتكر حاجه جديده هتحصل، بل بالعكس دي منتشره في العالم المتقدم جدا، العالم اللي هو عنده حياه سياسيه قويه. مصر عندها حياه سياسيه ازيد من 100 سنه، فبالتالي انا محتاج النهارده ان انا احافظ دومينتين، ان انا افضل استدامه الحفاظ ده محتاج ركيزه المال السياسي. المال السياسي احنا قلنا هو لفظ مش مشبوه يعني، واوضحنا هذا. فبالتالي انا النهارده هنا محتاج ابص على انظر حولي في الموضوع، اذا كنت بتكلم هل ده طبق بالفعل مطبق بالفعل. واسمحوا لي استعرض معاكم، دي في حوالي 13 دولة نسبة التمويل العام والخاص للأحزاب الأوروبية. لو جيت في أسبانيا هلاقي نسبة التمويل العام 87.5، نسبة التمويل الخاص وعوام الأخرى حوالي 12.5. لو جيت نسبة التمويل العام اللي هي المسموح تبقى للقانون، لا مش الدولة بالضبط. لو جيت بصيت في فنلندا هلاقي برضو 75-25، لو جيت بصيت في ايطاليا هلاقي 82-28. فبالتالي هنا هلاقي ان في نسب، في انفتاح على تقبل الفكرة، او في انفتاح اللي انا بسمح بحياة سياسية. طيب لو احنا جينا مثلا بصينا في المانيا البوندسرات والبوندستاج، لو جينا بصينا في روسيا الدوما، لو جينا بصينا في بريطانيا مجلس العموم مجلس اللوردات، هنلاقي ان كل الحاجات دي كلها في الاخر خالص بتقوم على حتة الانفتاحية في ممارسة الحياة السياسية. مفيش حتة الانغلاق الكامل اللي احنا حاطين، احنا عاوزين نخرج من الأمم، عاوزين نصارح نفسنا. اذا كنا بتكلم في مصر بتمر في فترات استثنائية، فلازم يبقى في حلول استثنائية، لازم اتقبل حلول لا تسمح لي الانفراج. دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني انا شايف ان هي فرصة ذهبية للقوى السياسية بالكامل، سواء المؤيدة او المعارضة. حتة الحوار الوطني هو حوار شعبوي وليس حوار نخبوي، فبالتالي ان احنا نقدر ناخد من المدخلات بتاعة الحوار الوطني هتبقى كلها امال واطروحات القوى السياسية والقوى الحزبية والقوى النقابية، جميع اطياف المجتمع. وده احنا شفناه حتى في الاطروحات التي نتج عنها 113 قضية، فبالتالي 119 قضية، وعلى أهمها طبعا يعني احنا بنتكلم في المحور السياسي. لو احنا جينا بنتكلم على قانون مباشرة الحقوق السياسية هلاقي قانون 45 لسنة 2014 انا برضو محتاج اللي انا اتكلم فيه، ومحتاج اتكلم فيه قانون المحليات، لان انا عندي القانون اللي انا لسه الى الان ماشي بيه قانون 43 لسنة 1979، ما عنديش مجالس محلية من 2008. طب هنا اخش في المعضلة بتاعتي الفئات المحصنة دستوريا، الشباب ومرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والحاجات دي كلها. فبالتالي انا النهاردة هنا النظام الانتخابي اللي انا يعني على سبيل المثال هو حزب الشعب الجمهوري منفتح على اي نظام يتم الاتفاق عليه في النظام الانتخابي، وعندنا من المرونة تقبل اي من هذه الانظمة. ولكن انا بتكلم هنا في حتة القائمة النسبية، يعني اللي هي عاملة بقى مشكلة. طيب الاطروحات التي طرحت في القائمة النسبية كيف لو انا بتكلم على القرية والمدينة، على الاطروحة او اللي هي العامة او في العموم اللي هي الثلاث تمانيات، تمانية تمانية تمانية، يعني انا عندي 24 واحد هختارهم ازاي؟ ده على المحليات، ده بتكلم عن مجالس المحلية طبقا للسؤال الاستاذ، هختارهم ازاي من ثقافة الناخب نفسها؟ يعني ازاي النهاردة طبعا اللي بأطلق عليها حتى في مجال تخصصي في التسويق السياسي العلاقة الصفرية، حط صفر قدام ال 24 يبقى 240 مرشح تقريبا، 240 مرشح انا هخش اختارهم ما بينهم ازاي؟ في طيب الفراز او اللي بيفرز
هيفرز ازاي؟ يبقى انا هنا النهارده هنا محتاج خبير اكتواري يفرز. طب النهارده هل انا دخلت الرقمنه او الاي فوتنج او التصويت الالكتروني في ده؟ فهيبقى من الصعب تطبيق. طب حته النظام الفردي، هنرجع برضو لحته الايه في المحليات، في الحته دي في الانتخابات المجالس المحليه. فبالتالي يعني انا ارى ان حته الابقاء على موضوع القائمه المغلقه في المحليات ده يعني شكل لازم يحترم طبقا للعديد والعديد من العوامل، الكثره العدديه، وخصوصا ان انا دلوقتي دخلت كمان الاجهزه في المحليات في الاطروحات المطروحه اللي هي مثلا جهاز اجهزه المدن. فبالتالي اتوسع عندي بقى يتعاوز اكتر قرابه 60,000 كادر على مستوى المجالس المحليه. قانون الاداره المحليه نفسه، هل النهارده مع الاتجاهات الحديثه، مع الاتجاهات اللي هي الانجازات اللي بتقوم بها الدوله من طفره في البنيه التحتيه، من اعاده هيكله حتى للديموغرافيا المصريه وتوزيعها، هل قانون الإدارة المحلية الحالي يتناسب؟ طيب هل اتساقه هيبقى قانون مكمل للدستور والاتساق مع المواد الدستورية في الانتقال إلى مادة مثلا 176 على ما أتذكر، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية؟ هل كل الحاجات دي؟ عشان كده الحوار الوطني لازم أتقبل الرأي والرأي الآخر، لازم أوجد قواسم مشتركة. النهاردة احنا هنا بنمثل على هذه الندوة السرية بنمثل أحزاب، أربع أحزاب من أربع أحزاب الكبار. يعني النهاردة بتكلم في رؤية مختلفة لمستقبل الوطن أحترمها، في رؤية مختلفة للشعب الجمهوري تحترم، في رؤية مختلفة لحزب إرادة جيل والتحالف الأحزاب ال 42 حزب لازم برضو أحترمها، وفي رؤية حزب حماة الوطن بحترمها. بيبقى فيه هنا في الاخر خالص اطروحات لازم يبقى فيه ارضيه مشتركه. فبالتالي هنا اجي في الاختصار لموضوع تمويل الاحزاب، انا ارى ان الموضوع ده لابد ان يدرس، لابد ان الانتقال الى حته اداره المشهد السياسي من خلال شركات تسويقيه متخصصه كمثيلتها في الخارج. بالتالي يبقى النهارده هنا اسالوا اهل الذكر، فهنا هيبقى فيه اهل خبره، اهل علم تدار بالعلم، وده اللي بيسمح بيه السيد الرئيس. واستعير وابني رايي ده على موضوع احنا كنا زمان بنسمع عن حاجه اسمها الخطه الخمسيه، يعني ده في اقصى حاجه في الخطط والتاكتكس. النهارده انا بتكلم على استراتيجيات، استراتيجيه الدوله لكذا، استراتيجيه الدوله لكذا، استراتيجيه الدوله لحقوق الانسان. فبالظبط خطه طويله المدى وفيها صياغه وتطبيق ونظام تقييم. يبقى انا النهارده بديرها بالعلم. اختيار الاكاديميه الوطنيه في الحوار الوطني لمدلول ان هي تدار بالعلم وتدار بالاساليب العلميه. فبالتالي لازم اتجه الاتجاهات الحديثه اللي العلم بينادي بيها. شكرا. طيب دكتور محمد، بس انا اسف، بس في سؤالين بس استثمر وجودك معانا اسالهم. حضرتك كحزب الشعب الجمهوري داعم لفكره القائمه المغلقه، خلينا اتكلمك بلسان المواطن المصري اللي هو عارف ان النائب ده نائب خدمات. القايمه لما بيكون في نائب فاز بناء على القايمه، انا كمواطن ما بعرفش اوصل له. يعني انا مثلا يوسف ايوب نجح على القايمه بشكل فردي، اول ما بيحصل لي مشكله بروح استغيث بيه، الحال يا سياده النائب يوسف انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. فازاي نتغلب على المشكله دي في فكره القايمه المغلقه؟ يعني ازاي انا كمواطن اوصل للنائب اللي فائز على القايمه المغلقه بدون ما هو يتهرب مني ويقول لي انا اصلا ناجح على قايمه انا مش فاهم، فاهمني؟ الحاجه الثانيه، ليه احنا كمصريين مصطلح المال السياسي مصطلح مجموع عندنا، يعني مصطلح احنا لا نتقبله؟ هل عشان تم استخدامه قبل 25 يناير استخدام سيء؟ انت المال السياسي ده كان معروف، اللي فكره انتخابات معروفه او عندها الرشاوى الانتخابيه او فكره الرشاوى الانتخابيه، وهل ده ما استخدامه الصحيح؟ او ممكن نعرف ايه هو المال السياسي؟ يعني انا كمواطن فاهم ان ده الرشوه الانتخابيه. تمام. السؤال الاخير بقى عشان الاجابه على طول، فكره الحزب، هل الحزب له رؤيه في الانتخابات سواء المحليات او مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ حوالين المحلية اللي حضرتك ذكرتها من شويه بيعالج المحليات دي؟ اه طبعا هرد على حضرتك. طبعا هاخد كلام حضرتك هجاوبه سنه سنه. حته موضوع نائب القايمه،
في الاخر هو التشكيله بتاعه القائمه بتشكل من ايه؟ مجموعه احزاب. نعم صح. يعني احنا النهارده شاهدنا مثلا في ظل خطوه من الخطوات في مجلس الـ 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 الشيوخ ومجلس النواب حوالي 14 حزب. نعم. بالاضافه الى تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين التي تمثل 25 حزب والشباب السياسي. يبقى انا النهارده هنا عندي جيت كيبر او حارس بوابه اللي هو ايه؟ الحزب. لو عندي حزب قوي النائب بتاعه يكون قوي وهيحترم رؤية الحزب وهيحترم صوت الناس اللي تدوله في الشارع. فبالتالي هيبقى حتة المحاسبة هنا في فكرة القايمة ما بعدتش برضو على اللي احنا بنتكلم فيه. لو انت عندك حزب قوي، حزب برنامجه قوي، عنده سيطرة على السادة النواب الذين يمثلون هذا الحزب، هيقدر بشكل كويس قوي. لو انا كمواطن حتى النائب عندي انحرف عن دوره هيروح يعمل شكوى في الحزب. اظن لجنة المتابعة والقيم في الحزب تقدر تجيب النائب ده وتشوف انت ليه ما عملتش. انا بتكلم بمنتهى البساطة وبمنتهى الانفتاح والشفافية.